الفوز بالبطولات ليه مقومات، يعني عشان اكسب بطوله او اادي او انافس على بطوله ليه مقومات. المقومات دي مش موجوده دلوقتي في نادي الزمالك، عشان ما نبقاش يعني انا مش بحبط الجماهير، بس الزمالك دلوقتي طالع من مشاكل اداريه، داخل على انتخابات، مجلس مشي، لعيبه ما كانتش بتاخد مستحقاتها، خدوا 50% قبل ما يسافروا، مفيش تدعيمات، القيد واقف، فترة الإعداد قصيرة، ملحقوش مع مدرب برضو أوسوريو أنا شايفه وده رأيي فيه من السنة اللي فاتت ما بيجيدش إدارة المباريات بشكل كويس. أنا شايف كده يعني، دي وجهة نظري، مش فليكسبل كده، ما عندوش مرونة إن هو يلعب بأكتر من طريقة، عنده طريقة واحدة، حتى يعني في النواحي الدفاعية بيهاجم كويس وكل حاجة، لكن دايما يروح مخرج المهاجم اللي هو ممكن يجيب لك الجون، وفي التحولات الدفاعيه ضعيف جدا، ما بيعرفش يوقف اللعيبه، تغييراته حتى ورا، ينزل مصطفى الزناري يلعبه ناحيه اليمين ويحط حمزه المسلوسي، يعني ملخبط شويه، ملخبط. الحاجات اللي انا قلتها دي كلها ما تخليش الزمالك ينافس على بطوله، عشان ما نضحكش على بعض. يعني الزمالك انا عايز الجمهور ما يعني مش ان هو ايه ما يزعلش، يعني لازم نتقبل الوضع ده. الزمالك محتاج وقت عشان يرجع، محتاج الزمالك يبقى فيه استقرار، انتخابات تتعمل، مجلس اداره يكون موجود، اللعيبه تاخد مستحقاتها، اللعيبه كمان تشد حيلها شويه، المدير الفني برضو انا يعني لغايه دلوقتي لسه مش مظبط مع نادي الزمالك، رغم ان بقاله فتره اهو موجود في نادي الزمالك، مش عارف هل هو ده طريقه ادارته بقى للماتشات على طول ولا ايه. فالزمالك محتاج وقت. طيب الحل ايه؟ خلاص هنرمي الفوطه؟ لا مش هنرمي الفوطه. الزمالك عنده ماتش العوده هنا في مصر، ولازم الناس تشد حيلها تتمرن كويس، لسه الماتش يوم 29، الزمالك عنده ماتش مع بيراميدز يوم 21، ومقاولين يوم كام؟ ماتش المقاولين يوم كام؟ كم؟ 25. الزمالك عنده ماتش مع بيراميدز 21، ماتش قوي جدا، ماتش تاني مع المقاولين 25، ماتش ارتا سولار ماتش العوده 29، الماتشين دول بتوع بيراميدز والمقاولين يجهزوا الزمالك، يبقى احتكاك كويس لنادي الزمالك ويجهزوا نادي الزمالك لمباراه العوده. نقدر نكسب ارتا سولار الجيبوتي؟ نقدر ان شاء الله، يكون زيزو رجع، عمر جابر كان عنده نزله برد جامده، ما اشتركش النهارده في المباراه، بس الفرقه محتاجه تنظيم. يعني لما تيجي تقول الزمالك ما عندوش لعيبه اقول لكم لا، الزمالك عنده لعيبه، الزمالك عنده لعيبه في كل الخطوط، لعيبه كويسه، عنده اوباما وعنده ناصر منسي وعنده سيف الجزيري وعنده ابراهيم انضاي وعنده شيكابالا وهيرجع له زيزو وعنده مصطفى شلبي وعنده نبيل عماد دونجا وعنده فتوح كمان، يعني قدامه فتره ان عنده مشكله في عضلات البطن. الزمالك محتاج تنظيم، محتاج ابقى انا كمدرب عارف المرحله اللي انا بعدي فيها، اللي انا المرحله اللي الفرقه بتعدي بيها دي، ابقى محتاج ابقى اللي انا لازم امشي جنب الحيط، العب اقفل الملعب واشتغل من خلال المهارات الفرديه لعيبتي والقدرات بتاعت لعيبتي، ما افتحش الدنيا كده وانا مش جاهز للكلام ده، مش جاهز. الزمالك مش جاهز دلوقتي انه يفتح الجيم ويضغط من قدامه وتلاقي فيه مساحات ما بين الخطوط، اللعيبه بدنيا مش هتقدر. فالزمالك اللعيبه تشد حيلها، انا عارف جمهور الزمالك هنا ان شاء الله في ماتش العوده هيجي، هيبقى هو المحفز الاول لنادي الزمالك لان شاء الله يكسب ارتا سولار 3. الزمالك على فكره فريق ارتا سولار مش مصدقين نفسهم ان كسبوا الزمالك العريق 2-0 النهارده، لما تشوف لعيبه ارتا سولار مش مصدقه نفسها، والجهاز الفني بتاعهم مش مصدقين نفسهم. فالزمالك يقدر؟ يقدر ان شاء الله. خلاص ماتشه خلص، وكويس انه جه في اول الموسم عشان يبقى جرس انذار لكل المنظومه بتاعت نادي الزمالك، للعيبه، للجهاز الفني، للاداره، لازم كل واحد يخلي باله بقى الفتره الجايه. الزمالك يقدر يعدي ارتا سولار ان شاء الله في مباراه العوده، عنده ماتشين مع بيراميدز، ماتش يوم 21 ماتش قوي جدا، ماتش تاني مع المقاولين يوم 25، الماتشين دول يبقوا تجهيز كويس واحتكاك كويس لنادي الزمالك، وبعدين مباراه ارتا سولار يوم 29، الزمالك هنا في مصر في استاد القاهره بوجود الجماهير في المساحات الواسعه، ملعب كبير استاد القاهره، يكسب ارتا سولار 3-4، ويكون يعني لسه احنا النهارده هو يوم 16، عندنا 12 يوم او 13 يوم على مباراه العوده، يتخللهم ماتشين في الدوري مع بيراميدز والمقاولين، يكون اللعيبه جهزت واللعيبه الثانيه عمر جابر وزيزو رجع
واللعيبه دي لياقتها البدنيه عليت شويه، ويقدر بقى يعني اوسوريو يظبط نفسه كده، يشوف الدنيا ماشيه ازاي ويظبط نفسه. لكن طبعا ماتشات صعبه كمان، يعني الزمالك بيخسر من ارتا سولار الجيبوتي، عنده بيراميدز والمقاولين فرقتين تقال في الدوري، بس كويس عشان يقدر الزمالك يحتك مع فرق قويه، وان شاء الله على يوم 29 يكون جهز بدنيا للمباراه القادمه. خلاص يعني احلى حاجه في الكونفدراليه او في دوري الابطال انت عندك فرصتين، نص الفرصه راحت النهارده او فرصه راحت، لكن لسه في كماله، لسه في مباراه العوده، والماتشين مرتبطين ببعض. النتيجه الزمالك هنا يقدر يكسب ارتا سولار، يقدر بالجمهور بالملعب الواسع، حاله الزمالك تكون افضل ان شاء الله بعد 13 يوم من النهارده، يقدر يعوض يعني ارتا سولار مش من الفرقه اللي احنا نخاف منها، احنا نخاف من حاله الزمالك، فعايزين الزمالك يجهز ان شاء الله خلال ال 13 يوم، والرجاله بقى اللعيبه تسترجل شويه بقى، يعني لازم يكونوا هم كمان يعني مركزين اكتر من كده. انا عارف ان هم مظلومين، انا عارف ان هم مظلومين، ما كانوش بيتمرنوا فتره كبيره، ما عملوش فتره اعداد مكتمله، المشاكل اللي في النادي، الفلوس كلا، عايزين بقى نخرج القصه دي بقى وننسى القصه دي ونخش نركز في الماتشات اللي جايه ان شاء الله بالنسبه لنادي الزمالك، ربنا يوفقه ان شاء الله. معلش خلاص يعني كويس برضو ان جت في الاول والاخطاء دي بانت، وفرقه الزمالك تتقرص عشان اللعيبه تركز ان شاء الله في الماتشات القادمه.